تجربة جديدة، تجربة كلها تفاعل وأمال للشعب المصري، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة المصرية من خلال المؤتمر الاقتصادي، ان يبقى في نماذج محاكاة في بعض محافظات الجمهورية ان هي تشارك في المؤتمر الاقتصادي وتستمع ليه من خلال شاشات عرض ونقول آرائنا فيه، وآرائنا دي تترفع للوطني والمؤتمر الاقتصادي فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. دي فكرة جديدة وفكرة جيدة، نشكر عليها السيد الرئيس وكل اللي اتاحونا الفرصة النهاردة ان احنا نشاركهم برأينا ونشاركهم بأفكارنا النهاردة في المؤتمر الاقتصادي، ونأمل ان شاء الله بالمزيد والمزيد من مشاركة الشباب واعضاء مراكز الشباب واعضاء الاحزاب في الحياة السياسية والمؤتمرات الكبيرة. مشاركتنا النهاردة من منطلق دور المرأة في التنمية واهتمام سيادة رئيس الجمهورية بالمرأة، باعتبار أن المرأة نصف المجتمع وهي العمود الفقري للمجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع كله، إذا فسدت فسد كل المجتمع. فمن هنا اهتم سيادة رئيس الجمهورية بالمرأة من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية، علشان خاطر الارتقاء بها، لأن هي اللي تقدر تتحكم في الأسرة وتقدر أن هي تغير من أسرتها وبالتالي يحصل تطور في المجتمع ككل. بنشكر السيد الرئيس على المبادرات الكتيرة اللي هو بيعملها للشعب، ومنها حياة كريمة، ومنها المؤتمر الاقتصادي اللي أتاح فرصة للشباب وكل الفئات ان هي تشارك فيه.